نجدد التحية مرة أخرى لحضراتكم في رأي عام. القطن المصري أو الذهب الأبيض اللي غنت لي أم كلثوم زمان وقالت اجمعوا خير ومناش غيره يغنى البلد ويهنى الحال. كمان تغزل فيه صلاح الجاهين قائلا يا معجباني يا أبيض يا معجباني يا قطن يلي مبيض وش الغطاني. القطن المصري اللي وزارة الزراعة بدأت قبل حوالي أسبوعين من موسم جني المحصول تحديدا في محافظات الصعيد على رأسها بني سويف والفيوم 336 ألف فدان هذا العام تنتظر الحصاد، وده وسط زيادة بتقترب من 40% لمساحات القطن المزروعة مقارنة بالعام الماضي. طيب عندنا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، ماذا ننتظر من الإنتاج المحلي للقطن هذا العام؟ هل كمان تغطية الاحتياجات فقط ولا احنا بنستهدف فائض كبير من أجل التصدير؟ وإزاي نقدر نستغل موسم الحصاد في تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر اللي صادراته حققت ارتفاع بلغت نسبته 6% خلال 2017 لتسجل 832 مليون دولار؟ أيضا ماذا ينتظر مصير صادرات الملابس الجاهزة في مصر؟ وهل مازال الملبس المصري على رأس صدارة الطلبات الأوروبية زي ما كان سابقا؟ هو ده محور نقاشنا النهاردة مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو، المهندس وليد السعداني رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن وأيضا رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان. تحياتي لحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك. أيضا الأستاذ يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية المنسوجات. تحياتي لحضرتك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا. طيب خلينا قبل ما نبدأ نقاشنا نروح الأول نشوف تقرير عن بدء موسم جني القطن. جولة لوزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت افتتح خلالها موسم جني القطن بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، موسم شهد زيادة كبيرة في معدلات الانتاج والمساحات المزروعة بمعدلات قياسية عن الأعوام الماضية. إن شاء الله يبقى في زيادة في الانتاجية السنة دي عن متوسطات العام الماضي. طبعا وجود سعر ضمان للتسويق بيشجع ويطمن المزارعين، في نفس الوقت تجميع بعض الزراعات أدى لتحسين عمليات الخدمة خاصة فيما يتعلق بالمكافحة، وده كله إن شاء الله مع تطوير الأصناف اللي بتزرع واللي بينتجها مركز بعوث زراعية، كل ده إن شاء الله هينهض بالمنظومة لما هو أفضل. الفيوم بترجع تاني لتتصدر قائمة محافظات شمال الصعيد في معدل الإنتاجية وفي المساحات المنزرعة، والمحافظة طبعا وزارة الزراعة بتقوم بالدور الأساسي والرئيسي، مهمتها الأساسية، لكن احنا هنساعد الفلاحين في موضوع الجني الآلي إن شاء الله عشان نقلل التكلفة ويبقى عندهم وقت أطول يجهزوا الأرض للزراعة. معدل الإنتاجية أعلى من متوسط العام في مصر، فده يدل على كفاءة وجهد اللي بذله الفلاح في الفيوم عشان يطلع انتاجيه بهذا القدر. الزراعات التجميعيه في تقديري هي هامه جدا عشان نقدر نرتقي بالزراعه وجودتها. بيبقى في قدره تمويليه، في قدره على الارشاد ان انا اقدر اوجه، انما المساحات الصغيره اللي هي فدان واتنين وكده ده صعب ان هي تطلع انتاجيات عاليه. والتقى الوزير عددا من مزارعي القطن وطالبهم بالاهتمام بالجنية الأولى للمحصول، وأكد على تحديد سعر ثابت للقنطار، وشدد على متابعة الإدارات الزراعية للفلاحين وبحث شكواهم. الانتاجية يعني اللي احنا شايفينه بصراحة لغاية دلوقتي الوضع ممتاز جدا جدا جدا، والقطن حلو خالص، وبصراحة يعني ما كناش متخيلين ان هو هيبقى كده، وخاصة ان احنا الري كمان اللي احنا بنستخدمه على الصحراء الغربي ري طنجيط، كنا ان هي تجيب لنا بذرة جديدة وبتتيح لنا الفرصة دي وبترجع القطن تاني، دي حاجة حلوة خالص. بالنسبة للقطن محصول اساسي كان عندنا قبل كده، فلما اتقطع وبدأنا نزرع تاني فحسينا ان الارض بتجيب معانا في القطن، ويعني والمحصول يزيد وكده يعني. الجمعيات الزراعية بتدعم في القطن، بيجي اللي هم المشرفين بتوع الزراعه دول هم يبصوا على القطن ويجيبوا اللي هي الصياده دي بتاع والمبيدات وبس. يقولون انه الذهب الابيض ملك المحاصيل، المحصول الاكثر قيمه اقتصاديه في مصر، لم يكن له هذه القيمه الا بجهد الفلاح المصري ورعايه من الدوله المصريه ساهمت في عوده زراعه القطن وزياده المساحات المزروعه بنسبه 55%. اسلام غنيم، تن تي في.
طيب خلينا بقى نبدأ حوارنا باشمهندس وليد، خلينا الأول نطمن من حضرتك، يمكن الجني بدأ السنة دي مبكرا، نطمن بشكل عام على عملية مؤشرات جني القطن السنة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا في البداية بنهني الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، وبنهني الفلاح المصري بموسم الجني القطن إن شاء الله. الموسم ابتدى من حوالي 15 يوم. إن شاء الرحمن الرحيم المحصول المبشر السنة دي متوسط الإنتاجية في ارتفاع دائم. احنا يعني بقالنا 3 سنين متوسط الإنتاجية بيرتفع من 4 إلى 6، إن شاء الله متوقع السنة دي يكون 8. فيه معدلات عالية جدا في الأقطان المصرية، في بعض الأصناف متوسط الإنتاج زاد عن 10 أناطير للفدان. طيب خليني برضو أسأل أستاذ يحيى، يعني ما يزيد عن 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر عموما قائمة على القطن قصير التيلة في الإنتاج، هل ده مؤشر ربما أن القطن المصري ما زال في الصدارة؟ وفي أولا أنا عايز أعقب على موضوع الذهب الأبيض. الذهب الأبيض ده تاريخ مش هنتباكى عليه. ظروفنا حاليا أو الظروف العالمية لا تقتضي أن يكون القطن المصري ذهب أبيض. ابتدى القطن المصري في أوائل القرن السابق استنتج سلالات جديدة منها الكرنك والأهرج رفيع التيلة، ما كانش في العالم لنا منافس. في نفس الوقت كنا بنصدر القطن شعر وغزل وقماش وملابس. الوضع كله اتغير لأنه في العالم كله النهاردة الطلب على القطن طويل التيلة قل، لأنه الاستخدام العالمي النهاردة تيشيرت وبنطلون جينز أو جينز، فالطلب على الوزول الرفيعة قل عالميا. في نفس الوقت اللي احنا كنا بننتج الحقيقة أصناف فاخرة جدا من القطن طويل التيلة، منها بوبلينات المصرية، اللينو المصري، الملابس الداخلية من الموسلين، الحقيقة ما بننتجهاش دلوقتي. وفي نفس الوقت ظهر منافس كبير للقطن هو القطن الأمريكي البيما، ففي نفس الوقت قدرتنا التنافسية قلت. لكن لم نستدرك هذا، لسه بنعمل أقطان طويلة التيلة الطلب عليها محدود. كان يجب أن يكون استراتيجية جديدة ونبتدي ونعمل سلالات من القطن الصالح للوزول الرفيع المتوسطة والسميكة. تمام يا أستاذ. ده الأستاذ بيذكره ده مغير للحقيقة. ليه بقى مغير؟ ما أنا هقول لحضرتك، النهاردة احنا بنصدر 1,000,000 إنطار للخارج. دليل، وبنصدره فين؟ لأعلى دول في العالم لتصنيع الغزل في العالم، بتستورد من عندنا 1,000,000 إنطار بقالنا 4 سنين أو 5 سنين. لأن قطننا ليه فيه ميزة نسبية مش متوفرة في أي أقطاب، المواصفات الغزلية بتاعة القطن ده مش القطن المصري بشهادة هيئة التحكيم. كان عندنا السنة اللي فاتت أقطان في الشرقية اللي هي معدلاتها أقل، بتقول إن الأقطان المصرية تفوقت على البيمة الأمريكي. التاريخ والحاضر هو القطن، هو مستقبل الاقتصاد الزراعي في مصر. احنا مش بنشكك في قيمة القطن المصري، لا احنا بنتكلم عن بس وجودته، لكن لا يا فندم عندنا مؤشرات اخرى ساعدت في تحجيم زراعة القطن او تصديره الفترة اللي فاتت بعض المعوقات او بعض. انا يعني شايف ان ده كان مخطط لهدم الاقتصاد المصري. تمام، كان في مخطط، ناس كتير جدا كانت بتتكلم في يا فندم ده مخطط محاك وزي ما حضرتك بتقول. طيب ممكن تقول لي تفاصيل المخطط ايه وايه المقصود؟ ما انا هقول لحضرتك يا فندم. احنا النهارده برضو احترامي الكامل يحيى في الكلام اللي بيذكره، ان احنا كنا بنصدر فعلا كل المعدلات، وكان الجنيه المصري ب 6 دولار او 7 دولار، وكانت الخزينه المصريه داينه للمملكه المتحده، وكان الاقتصاد احنا عملنا حرب الاستنزاف من القطن المصري، كنا احنا متفوقين. لو رجعنا ل 1805 اللي هو دخل القطن محمد علي من خلاله البعثات العلميه تمت، عمل القناطر تم، النهضة مصر الحديثة كان من خلال
المحصول اللي دخل مصر. وفي الفترة دي تحديدا بدأ العمل على أنه ده مصدر دخل كبير جدا للدولة المصرية، فبدأنا أو بدأ العالم الخارجي إزاي يلاقي مداخل لاحتلال مصر كمان عشان يحتل مصر. في فترة الاحتلال كانت مصر مزرعة العالم بالنسبة للأقطان. الأقطان تمام. ظهر أقطان فعلا منافسة للأقطان المصرية. وبدأ القطن المصري يتراجع بفعل فاعل بعد 1994، بدأ ما كانش بيتم استيراد أقطان نهائي، بدأنا نستورد، كان في حظر لاستيراد الأقطان القصير، بدأنا نستورد وبدأنا نشتغل في الأقطان اللي هي الأقل قيمة، بنستورد أرض أنواع القطن في العالم وبنطلع منتجات نهائية برضو، فقدنا من خلالها سوقنا كسوق ملابس، احنا فقدنا سوق المنافسة كمنتج نهائي، احنا فقدناه. احنا بنطلع عشان بنستخدم خام رديئة. خام رديئة انت استوردتها اصلا. ايوة. النهاردة لو احنا اشتغلنا في بالخام المصري، هو المفروض ان احنا نزود القيمة المضافة للقطن المصري. ليه العالم بيستورد من عندنا؟ ليه بنصنع قطن احنا ما بنزرعوش وبنصدر يعني اللي احنا بنزرعه؟ ليه احنا بلد خام بنصدر، يعني بنصدر ماده خام عاليه القيمه؟ ليه هي بتتاخد من بره؟ ليه بياخدوها بره؟ لان هي اكثر نعومه واكثر مواصفاتها الغزليه بكل يعني شروط كلها متوفره فيها. فالنهارده لما نقول ان القطن المصري، احنا لازم نغير استراتيجيتنا. كيلو القطن المصري بيعمل 3 تيشيرت من الخامات العاليه اللي هي $50 او 50 يورو، يعني الكيلو اللي احنا الخام المصري ب 60 جنيه، يعني في ال 50 كيلو قطن ب 3000 بيبقى ب 60 جنيه. التيشيرت بياخد 300 جرام ولا 350 جرام، بيعمل 3 تيشيرت من اللي هو ب 50 يورو ب 100 يورو بارقام فلكيه. طب ليه احنا ما بنزودش القيمه المضافه؟ ليه احنا مش بنزود القيمه المضافه ومصدر خام؟ وليه احنا دايما كان عندك ناس بتعمل على ده؟ لا، هو كان في موضوع ان انت تزود. احنا طلعت حرب لما انشا المحالج والمغازل في مصر، كانشاها كمنظومه كامله. القطن مش محصول، القطن قطاع عريض فيه زراعه وصناعه وابعاد اجتماعيه واقتصاديه عاليه جدا. تمام. محتاج مننا تركيز، يعني محتاج من الحكومه ان نهضه القطن هي نهضه اقتصاد مصر. نجحت كدوله زراعيه. وعصب الزراعه في مصر هو القطن المصري، لانه هيسد فجوه زيت، هيسد فجوه علف حيواني، اللي احنا كل الحاجات دي احنا عندنا صناعات كتير صناعات بتقوم على صناعه القطن المصري. على صناعه القطن المصري تمام، او زراعه القطن المصري. انا برضو انا يعني معلش محتاج دقيقه كمان اكمل المشوار. انا كده راجع لحضرتك. لا، هو احنا القطن تراجع بشكل كبير جدا لحد 2014. انتبهت وزاره الزراعه وكل القائمين بانهيار القطن، لان الدوله كانت بتدعمه باكثر من 500 مليون جنيه في السنه. دخل الفلاح انخفض بشكل كبير جدا، لاقل يعني كان بيخسر من خلاله طبيعي. فقدنا سوق العالمي زي ما تفضل الاستاذ يحيى وقال. لما صدر قانون 4 لسنه 2015 كانت نتيجته عوده القطن او السلالات العاليه. تم استنباط برضو سلالات عاليه مبكره النضج متوسط انتاجيتها عاليه، نتيجه في خلال 3 سنوات كنا انخفضت المساحه ل 100,000 فدان او 116,000 فدان ل 217,000 فدان. النهارده احنا في 336,000 فدان. ليه؟ الدوله ما عادتش بتتدخل باي دعم. ده نمره واحد. نمره اتنين، احنا رجعنا للسوق العالمي بدليل ان احنا بنصدر مليون انطار. احنا 1.4 اجمالي انتاجنا السنه اللي فاتت اتصدر منهم ما يزيد عن مليون انطار. والمغازل المحليه ما استخدمتش الا حوالي 300,000 انطار. تمام. دخل الفلاح ارتفع من 5,000 لحوالي 20,000 واكثر من كده. طيب خليني كمان اسال استاذ يحيى فيما يخص الحقيقه. اتفضل. ان انا شايف ان احنا نكون واقعيين اكتر، بمعنى وزراعه القطن طبقا للجدوى الاقتصاديه كاي سلعه اخرى زي القمح زي والى اخره. حاليا الجدوى الاقتصاديه، لانه يعني لو احنا هنغطي احتياجاتنا من القطن محتاجين اكتر من مليون فدان،
هل عندنا القدرة إلى زراعة مليون فدان حاليا؟ هي دي النظرة الحقيقية. النظرة الثانية أنه أنا لا أنفي طبعا أن القطن بتاعنا ممتاز عالميا، لكن إحنا كنا بننتج منه وبنصدر، ما بقيناش ننتج ونصدر، فالعيب فينا أساسا، لأن جزء كبير من الاستخدام كان استخدام محلي، سواء للسوق المحلي أو سواء للتصدير للخارج، ما بقيناش عندنا هذه القدرة، فلازم نكون واقعيين. النهاردة الطلب العالمي على الأقطان قصيرة الشيلة أو الغزول المتوسطة أو السميكة، فيجب أن يكون الزراعة عندنا في الغالب. ممكن طبعا أنا في رأيي برضو وموافق معاه أنه طبعا يعني ما نقدرش نلقي جانبا مميزات القطن المصري، لكن نبتدي تدريجيا نعيد قدرتنا على تصنيعه، لا بأس بذلك، لكن ما زرعش كله قطن طويل التيلة وبقى نقعد عيط. لازم أزرع نسبة معينة من الأقطان طويلة التيلة وابتدي تدريجيا أنميها، وبعدين الكمية الأخرى تزرع من أقطان متوسطة التيلة أو قصيرة التيلة. تمام. طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني أستاذ أو باشمهندس وليد قال أنه كان عندنا قانون في يوليو 2015 الحكومة قررت حظر استيراد الأقطان من الخارج، شايف ده طبعا لضمان تسويق المنتج المحلي في الوقت ده، القرار ده شايف أنه من وقتها لحد النهاردة؟ لا يا فندم، القرار مش كده. أمال إيه؟ ما زي ما حضرتك كنت لا لا لا, لا, لا أنا بقول القرار ما فيش حظر خالص، لأن في اتفاقات تجارة دولية بتمنع إن إحنا نمنع استيراد القطن. القانون بيقول إيه؟ إن إحنا أقطان الإكسار، عشان كان حصل خلط كتير جدا زي ما تفضل الأستاذ يحيى وقال، كان حصل خلط في الأقطان المصرية، فانخفضت مواصفاتها الغزلية. نتيجة ده صدر قانون 4 لسنة 2015 من رئاسة الجمهورية ومن الحكومة إن اختصاص وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكسار دون غيرها. ده ساعد على إيه؟ على عودة نقاوة القطن والأصناف القطن لإيه؟ لسابق عهده. النهاردة مواصفات القطن عندنا أصناف كمان يعني اللي هي فائقة الطول زي صنف جيزة 96 وصنف جيزة 92، دي أصناف بتتفوق على أي أقطان يعني قريبة من الحرير في مواصفات. يعني أنا عاوز أقول إن ربنا وهبنا ميزة نسبية للجو هنا في جمهورية مصر العربية بدرجة حرارة وإضاءة ورطوبة بتدي أقطان على أعلى مستوى. أزرع إمتى أقطان قصيرة التيلة أو متوسطة التيلة؟ في مناطق يتم التعاقد عليها في صعيد مصر، لأن الدلتا لا يصلح فيها إلا أقطان طويلة التيل. لأن لا يمكن يكون عندي منجم بينتج سبائك ذهب وأنتج منه فضة ولا نحاس. ده هو لا يمكن يكون ده بيضارع ده. إحنا في إيدنا ذهب أبيض، هو ذهب أبيض بدليل يا فندم إحنا في عندنا العالمي هو بيطلب هذا النوع من الأقطان. لا، هو النهاردة لو ما عنديش طلب ما هو شركات التجارة مش هتشتريه. هو لو ما فيش طلب عالمي على القطن في الداخل وفي الخارج، طب ازاي يتسوق 1.4 مليون؟ وازاي ان شاء الله السنه دي هيتسوق اكتر من 2 مليون انطار؟ عندنا مشاكل في التسويق، لكن يعني بحفنا من الاجراءات ان شاء الرحمن الرحيم هنسوق قطننا، وان شاء الرحمن الرحيم هيرجع القطن لسابق عهد، وان شاء الرحمن الرحيم هو عصب الاقتصاد الزراعي والاقتصاد المصري. انا من رؤيتي، مش عشان انا بتاع قطن او متحيز لي، لا، هو من خلاله قيمته المضافه لو احنا نجحنا كدوله، وده اتجاه الحكومه يا فندم. يعني اتجاه الحكومه كله دلوقتي لزياده القيمه المضافه في انتاج مناطق، في المناطق الحره مصانع بتبتدي من الحليج حتى ان يخرج نسيج نهائي. طيب خليني برضو أسأل أستاذ يحيى، إزاي من وجهة نظرك نقدر يعني نوفق ما بين السياسات الزراعية وفي نفس الوقت احتياجات الصناعة الوطنية، يعني لا يكون المتضرر في يعني في الغالب مفروض أنه السياسات الزراعية تخضع للطلب طبعا والجدوى الاقتصادية طبعا. يعني إحنا الصناعة اللي هنقرر إحنا عايزين ده ولا مش عايزين ده؟ الصناعة متأخرة حاليا في مصر في النسيج، ما بتستخدمش الأقطان طويلة التيلة. لما نبص احنا النهارده احنا بننتج اقطان اقل من 50% من احتياجات مصر. دي ضروره مش كلام، يعني مش انا مش دلوقتي عندي خيارات،
ان الانتاج القطن المصري اقل من 50% من احتياجات مصر. دي حقيقه. فاذا انا لازم اصدر. المصدر المصري النهارده ما بيستورد 90% من مدخلاته من الخارج، مش من القطن المصري. انا هوقف التصدير. اذا لازم ابص قبل نظره واقعيه وبعدين ابتدي انمي. ما بقولش لا، من يعني فعلا زي ما قال سيادته ان احنا عندنا ثروه قوميه، لكن انه ننميها، لكن بالجدوى الاقتصاديه. نزرع جزء فعلا طويل، لكن الجزء الثاني احنا نضطر نستورده. ما هو النهارده لازم يكون في خيارات. هل استورد ولا ازرع؟ اني اللي افضل للبلد؟ لا، الازرع هي دي النقطه. انا بالنسبه يا استاذ يحيى لجزئيه الازرع ولا استورد، انا قلت يتزرع في مناطق في جنوب الصعيد او في ارض جديده يتم التعاقد عليه. اصلا احنا اتعودنا ايه، ان واحد يحدد طلباته. انت حدد الطلب وحدد المساحه والمواصفات زي ما حضرتك احنا يعني ايه، حدد المواصفات اللي بيحتاجها. عندنا معهد بحوث قطن على اعلى مستوى. طيب اللي حضرتك بتقوله ده، وزاره الزراعه يمكن اعلنت عن تفكيرها ربما في مشروع جديد ضخ استثمارات جديده عن طريق اللي هو زراعه القطن او في مجال القطن، تخصيص اراضي بحق الانتفاع في صعيد مصر او جنوب مصر زي ما انت قلت لزراعه القطن قصير التيله. تعليقك ايه على هذا المشروع؟ شايف ان ده ممكن يكون مخرج لحل؟ ممكن الشكرة. يبقى جزء من المخرج. النهارده القطن الابلند اللي هو اللي بيتم اللي هو قصير التيله ده درجات، ممكن يكون انتاجه في دول عالي جدا وفي دول ضعيف جدا. النهارده محتاجين يعني نعمل تجارب في المناطق دي برضو عن طريق بتعاقدات طبقا لرؤيه او خطه وزاره الزراعه، بتعاقدات بحيث ان اللي محتاج يزرع مساحه معينه ما فيش مانع ان هو ايه بحق الانتفاع ان هو يشتغل في المساحه دي. برضو لابد ان يكون في محالك خاصة عشان نمنع الخلط. القطن يعني محتاج كردون معين لحمايته من الخلط. فاحنا لو في دي تجربة جديدة ما فيش مشاكل، بس يكون مربي مصري يعني عشان يصلح للأجواء المصرية من خلال معاهد البحوث المصرية. برضو يعني احنا عندنا زي ما قلت مركز بحوث على أعلى مستوى، وعندنا علماء يعني أنا بصراحة بعد احتكاكي بيهم لنا أن نفخر بالأصناف المصرية اللي ظهرت، لنا أن نفخر أن احنا عندنا مركز بالمستوى ده بإمكانيات ضعيفة جدا. محتاجين شوية دعم للبحث العلمي. إن شاء الرحمن الرحيم هيكون فيه إنتاجية أعلى وهيكون فيه مواصفات أعلى إن شاء الله. تمام، خلينا نشوف دلوقتي يعني مدى استفادة قطاع الغزل والنسيج في مصر من محصول القطن من خلال الجرافيك التالي. طيب القطن قال زمان كان في كلها الياف طبيعيه، النهارده اغلبها الياف صناعيه او الياف مخلوطه بالياف طبيعيه مع صناعيه. اذا الطلب برضو على القطن عموما مش بالمستوى اللي كان موجود في وقت سابق. في وقت سابق كان القطن ده 100%، النهارده احنا كان في الملابس الجاهزه انا ما بمشي قطن كتير. انه مش هعمل بلوزه قطن، مش هعمل تيار قطن، لانه مش هعمل بدله قطن، لازم في الياف صناعيه كتير الياف بتدخل، صناعيه والياف مخلوطه وصوف أو الياف طبيعيه اخرى زي الصوف او الفيسكوز او الى اخره. لكن انا كمنتج ملابس جاهزه مصر طلبي على القطن مش كبير برضو قل. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال فيما يخص يا استاذ يحيى، احنا عندنا 25% يمكن من الايدي العامله المصريه بتعمل في قطاع الغزل والنسيج. البعض بيقول ان دي نسبه كبيره جدا، وخصوصا في تراجع صناعة الغزل والنسيج في مصر في الفترة اللي فاتت. الدولة بدأت يمكن تفكر، لأن المصانع بدأت تخسر، فبدأت تفكر في طرح تلك الأصول للبيع. تعليقك إيه برضو على الموضوع؟ النسبة دي هل تشمل أيضا الملابس الجاهزة ولا الغزل والنسيج فقط؟ القطاع كله. تشمل الملابس الجاهزة كله وتجهيزاتها وإلهارها وصناعتها وصناعة الأقمشة، ممكن يبقى قريب. لكن هو دايما عندنا احنا مبالغات في الأرقام يعني، لكن مش معقول 25%. لكن احنا صناعه كثيفه العماله خصوصا الملابس. طيب في اطار كثافه العماله دي، شايف انه العماله اللي موجوده في القطاع ده، واحنا عندنا مشاكل كبيره في المصانع الملابس، عندنا مشاكل رهيبه. طيب عندنا عجز كبير في الصانع الماهر. ودي حاله اجتماعيه عامه في مصر لاحظتها، يعني انه الشعب المصري اصبح يعني لا يقبل على انه يشتغل عامل.
العامل المهني زمان كان بيربي بيعلم ولاده المهنه بتاعته، صح. النهارده بيوديهم المدرسه ومش هيطلعهم يشتغلوا في المصنع، عايز يوظفهم. وبالتالي في يعني رجوع شويه في هذا الطلب على يعني الحاله الاجتماعيه دي، عايزه تدرس كويس. ما بقاش الشاب المصري يرحب انه يكون عامل. احنا عملنا مدارس للتدريب ندرب ونجيب عمال، وقلنا لهم حتى فترة التدريب 3 أشهر بس، وهنديكم 300 جنيه كل شهر المواصلات، وتيجوا محدش عايز يجي. يعني طيب خليني برضه اروح لبشمهندس وليد، دي يمكن ايضا الحكومه ممثله في وزاره قطاع الاعمال حاليا بتعمل على تطوير المحالج، وانت قلت ان في مشكله كبيره في موضوع المحالج تحديدا، لكن احنا عندنا 25 محلج هم بيحاولوا تقليصهم ل 11 محلج مع التطوير، بحيث ان المحالج دي تكون مرتبطه بالمحافظات القائمه على زراعه القطن. تعليقك ايه على الموضوع؟ هل ده برضه من الخطوات اللي ممكن يعني تكون خطوات تطوير؟ هي خطوه ايجابيه طبعا بالتاكيد. ان احنا يعني ايه نطور محلجنا، لان احنا متراجعين جدا، محلجنا متراجعه بشكل كبير جدا بالنسبه للمستوى العالمي. مرحله التطوير محتاجين يعني احنا ان احنا نمشي كلنا مع بعضنا، نطور الزراعه، نطور المحالج، نطور الغزل، ونطور الصناعه النهائيه او الملابس، بحيث ان احنا المنظومه كلها تمشي مع بعضها. مش هنطور حاجه ونسيب حاجه، بحيث ان احنا حكومه مجموعه وزراء بتقعد بنحدد احتياجات، بنحدد مواصفات، بنحدد احنا ممكن عاوزين نعمل ايه، وما تبقاش خطه بتعتمد على اشخاص او وزير موجود او مش موجود، تعتمد تكون خطه متكامله. احنا محتاجين هنعمل سياسه للقطن ده لمده 20 سنه او 30 سنه، يسوى بكل يعني خطه مباني، يبقى خطه زراعه القطن قد ايه، لان ده قطاع عريض جدا، وزي ما حضرتك في التقرير بيقول 25%، انا بعتقد ان هي ممكن تكون بتزيد لو احنا حسبنا العماله، عماله الانتاج بالنسبه للقطن اللي هو الفلاحين، يعني في الفتره اللي انا بنتكلم فيها احنا بنحتاج اكتر من 5 مليون فلاح بيشتغل في القطن، ما بين الجاني يعني لو اتكلمت في 2 مليون انطار في 10 بياخد قد ايه، غير العماله اللي هي المؤقته في المرحله طيب دي. طيب الطرق اللي انت بتتكلم في رقم كبير جدا اللي بيقوموا بجني القطن، الطرق البدائيه في جني القطن وايضا المحالج المتهالكه القديمه، بسبب من الاسباب تراجع الزراعه والصناعه بشكل عام؟ طبعا، ما هو والتاثير على جوده القطن نفسه؟ سؤال يعني محترم جدا. ده احنا يعني مطلب اساسي النهارده، احنا زي ما بنقول مركز البحوث نجح ان هو يطور في بعض الاصناف، احنا بنطالب النهارده ان احنا ننتج او يبقى عندنا اله جني الي، او نطور الاصناف المصريه انها تصلح للجني الالي. واحنا كجمعيه وكلجنه وككل هنساهم بشكل كبير جدا في اي منظومه كده، واحنا سبق ان احنا تقدمنا لوزاره الزراعه بان احنا عندنا رؤيه، والحقيقه لقينا ترحيب من الوزاره، وفي طريقنا ان شاء الله ان احنا نحل المشكله دي باذن الله. بالنسبه للجني الالي، الجني بيمثل 5000 للفدان، لو حسبناهم في 336,000 يعني هيبقى رقم كبير يعني مش عارف مليار ونص 2 مليار، يعني رقم بيمثل عبء كبير جدا بالنسبه لزراعه القطن في تمام. مصر. طيب استاذ يحيى، اخيرا البعض بيقول ان احنا عشان نطالب بملابس من الدرجه الاولى علينا اولا تحديث المعدات، يمكن اتكلمنا في الجزئيه دي مع باشمهندس وليد، تكون معدات على اعلى مستوى من الكفاءه والتكنولوجيا، وكمان تدريب العماله اللي انت قلت ان فيها مشكله كبيره. هل احنا محتاجين ده، وايه روجيتا عشان نقدر يعني نعود مره اخرى نتصدر زراعه وصناعه؟ يعني مره ثانيه زي ما قال سيادته وانا قلت قبل كده، انه الجني والحلج محتاج الى تعديل بالطريقه البدائيه دي اللي نتقدم كثيرا. احنا محتاجين اولا، عايز اقول نقطه مهمه، ان احنا النهارده كملابس جاهزه اعتمدنا على القطن ما بقاش زي من 50 سنه او 60 سنه، انه في الياف صناعيه وفي منتجات اخرى ومخلوطه منتجات صناعيه مع قطن او مع فيسكوز او مع صوف او الى اخره الى اخره، فبقت احتياجاتنا الى اقطان اقل من لكن احنا عندنا مشاكل في الصناعه اساسا. نمره واحد طبعا العماله، ما فيش عماله خالص، وعماله متوسطه الكفاءه.
والنهارده بقول لك العامل اللي بيموت او يعي او يخرج قليل قوي اللي بيجي بدل بديل ليه، مفيش تفريخ للعماله. نمره اتنين مشكلتنا الكبرى هو التهريب. تهريب يعني التهريب النهارده نسبه كبيره جدا من البضائع اللي موجوده في السوق مهربه. تمام. نمره ثلاثه مشكلتنا الرئيسيه الخامات. ما عندناش للاسف يعني ما عندناش خامات في مصر عاليه الجوده. وفي حاجات ممكن الملابس الداخليه وممكن القمصان الى حد ما. لكن ما عندناش الخامات. ما اقدرش النهارده انا اللي بيجي لي من بره بضايع من بلاد زي الصين وزي جنوب شرق اسيا وزي تركيا، دي بلاد عالميه. الصين غزت العالم، فانا النهارده ازاي انا صعب ان انت تنافسها بالحد الادنى. لازم يكون عندي خامات بالمستوى اللي الصين بتعمله، لكن طبعا ما عنديش هذه الخامات. انا في نهايه يعني حوارنا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبه العامه للملابس باتحاد الغرف التجاريه ورئيس جمعيه المسوجات، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ايضا الباشمهندس وليد السعداني. دي مشكله لازم اعرضها في اقل من دقيقه. ايه هي؟ النهارده احنا داخلين على موسم جني وبدا الحصاد او بدا الجني في ابلي، وخلال اسبوع يبقى في وجه بحري. تمام. النهارده بنطالب شركات تجارة القطن كلها تقدمنا بمذكرة ان احنا قطاع القطن او العاملين بتجارة القطن ياخدوا فايدة، يعني يتعاملوا من البنك المركزي بفايدة مخفضة، لان الفوائد عائق كبير جدا اللي هي بتصل ل 20%، عائق كبير جدا بالنسبة لشركات التجارة. تمام. اما نخفض الفايده بالنسبه للقطاع ده هيفرق اكيد. لا، هنزود المنافسه على الايه، على وهنزود الطلب على القطن المصري، والمنتج النهائي هيكون ارخص وهيكون افضل، وهقدر اتخلص من القطن يعني او هقدر ابيعه في فتره وجيزه، لان التعاقدات لمده طويله اصل ده مطلب ضروري. انا بعته لرئاسه الوزراء ولكل الوزراء المعنيين. بنتمنى اخذ كل النقاط المهمه اللي حضرتك ذكرتها وايضا الاستاذ يحيى في الاعتبار للنهوض مره اخرى بزراعه القطن المصري وايضا صناعه النسيج في مصر. كل الشكر ليك ايضا باشمهندس وليد السعداني رئيس اللجنه العامه لتنظيم تجاره القطن ورئيس الجمعيه العامه لمنتجي الاقطان. مشاهدينا بعد الفاصل زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه هندخل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه للتعرف على ماذا يحدث فيها، ايه هو مستقبل الكنيسه في ظل القرارات المتتاليه اللي اصدرها البابا تودروس بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه، ايه هي الاديره اللي تم امهالها او امهلها البابا شهر لتوفيق اوضاعها، وهل هناك رهبان جدد يمكن ان يتعرضوا للتجريد والابعاد عن الاديره وحياه الرهبنه، الى اين ايضا وصلت علاقه الكنيسه بالدوله والكنائس الاخرى؟ خليكم معنا بعد الفاصل.